بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول سياسات قطر المعادية لمملكة البحرين، حيث أكد نخبة من الإعلاميين والسياسيين أن قناة الجزيرة القطرية كانت وما زالت تسعى إلى شق الصف الخليجي الواحد. وفي هذا الصدد كشف أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، كشف انتهاكات الحكومة القطرية للعمالة الوافدة وسوء الأحوال الحقوقية والمعيشية التي يعانون منها في قطر. طبعا منظمة العمل الدولية قامت بإرسال الكثير من الرسائل إلى الحكومة القطرية تطلب منها تصحيح أوضاع هذه العمالة، خاصة فيما يخص السكن وكذلك العلاج والتغذية وكذلك الأجور. مشكلة الأجور مشكلة كبيرة بالنسبة لهؤلاء، يعني تمر أشهر كثيرة بدون أن تقوم الحكومة القطرية أو المسؤولين شركات القطرية بدفع رواتب هذه العمالة الوافدة. وأنت تعلم بأن يعني هذه العمالة الوافدة تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المداخل. طبعا منظمة العمل الدولية رفعت شكوى وناقشت شكوى بخصوص وضع العمالة الوافدة في قطر. طبعا المجلس المنظمة ناقش هذه الأمور وقرر بأن قطر قامت بإجراءات وإصدار تشريعات بخصوص تحسين أوضاع العمالة الوافدة، ولكن في الواقع يعني لما رفعت أو ألغيت الشكوى ضد قطر لم تلاحظ الدول أن أي هناك أي تغيير جوهري فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان. هناك تقارير نشرتها الديلي ميل البريطانية وكذلك الغارديان البريطانية في فبراير 2021 وكذلك مجلد فورين بوليسي التي تصدر في الولايات المتحدة المجلد الدورية، كل هذه الصحف أصدرت تقارير مسهبة توضح مدى معاناة العمالة الوافدة في قطر وتطالب الحكومة القطرية بعمل إصلاحات جوهرية لتحسين أوضاع هؤلاء العمال. طبعا هناك مطالبات كثيرة بأن تنقل فعاليات كأس العالم في 2022 من قطر إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة وألمانيا، وذلك بسبب الانتهاد لهذه الفئة